طلعت اليوم بشكل زعلان، مع انك حتى انت تقول ارتأيت اني اصبر الى اليوم الثاني. صحيح. يعني البارح كنت منفجر؟ لا البارح انا ما اخفيك، وان شاء الله مسي بالخير عليك وعلى اخوي نواف وعلى ابو معتز. مسي بالخير على الجمهور اللي خاصه ابو معتز. لا لا مسه. الله يمسي بالخير عليكم جميعا اخواني وخواتي اللي يشوفونا. الان حقيقه انا صراحه انا عندي قرار متخذه بيني وبين نفسي من سنوات عديده اني ما اطلع واتكلم في لحظه غضب صراحه. فامس انا صدمت من كون اسمي في الديلما ممتاز، فما حبيت صراحه اني اطلع في الكافي شروم. ممكن الشباب طلعوا ما شاء الله هم يقدرون يسيطرون على انفسهم، انا ممكن ما اقدر اسيطر. فانا لاني احترم ذاتي واحترم من يشاهدني واحترم القناه، صعب جدا اني اطلع مباشره. فقلت اسود ومهود والامور طيبه ولا جاء بكره يطول العمر نتكلم. تشعر انهم ظلموك؟ شوف الكلام في مثل الموضوع هذا الان قبل نص ساعه من البرايم صراحه انه انت اخبر ما راح يودي ولا يجيب، ما راح يودي ولا يجيب. لكن الشيء اللي بيوصل له انا اني يعني اخاطب كل من تقبل عادل من خلف الشاشه من محبين، سواء من فريق دعم محزم طويق ولا ممن يحب عادل من متابعين زملائي. اللهم لك الحمد. اذا تتكلم عن بث، اذا تتكلم عن حضور فقرات، تتكلم عن تفاعل مع الفقرات، اذا تتكلم ان شاء الله عن صلوات، اذا تتكلم مع وقفتي مع اخواني كلهم، ما في يوم من الايام اني وقفت مع واحد ضد واحد او كذا، مع الجميع. وهذه ثمره، وهذه ثمره. فانا بالنسبه لي طالما اني لا اشعر اني انا مقصر فانا مرتاح من بس اضافه لهذه. شوف على الشاشه شيء، مثل ما قال ابو معتز في شيء خارج البث. او انا بقول كلمه حق في نقطتين. النقطه الاولى يا عادل، انت دخلت اليوم للمكان المحرم اللي يقوله ابو معتز هو اللي كان يقصده قبل الهواء، هذا عليه خصم 400 حتى لو ما كلمك. وقبل كم يوم كذلك دخلت مرتين وكانوا خاصمين عليك. يضحك، لا هذا الصدق، ترى ما يكلمون. ما سلم علينا بعد. ايه ما سلم. متى الساعه كم اليوم؟ يوم غيرت حجار، المفروض ما تدخل جوا، توقف وهم يجونك. الدخول الى هذه المنطقه يا عادل عليها خصم 400. انت ذاك اليوم دخلت شخصت مرتين، خصموا 800 اللي هي منطقه اللي عند المطبخ. هذه المنطقه محرمه على المتسابقين وعندكم خبر فيها. انا ما ودي، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه فيما يتعلق بعلاقتك مع المتسابقين، انا اليوم اسولف مع مسؤول المتسابقين امسيه بالخير، يقول عادل بن هيف، كنا نتناقش فيك صراحة بالاسم، قال عادل بن هيف هو يمكن الوحيد علاقته مع الجميع. يعني أشوفه ما في علاقة مع أحد أو قريب من أحد ذاته، بل مع جميع المتسابقين عادل يعيش معهم جميعا داخل البث وخارج البث. وخارج البث هو اللي يعكس الشخصية الحقيقية للفرق. أنا حبيت أوضحها من مبدأ الإنصاف. بالنسبة لنقطتك اللي ذكرت، فعلا احيانا ادخل من حسن نيه وهذا غلط. يمكن هذا غلط يخصم يا عادل. صح 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 معك إيه؟ معك حق. انا ممكن اني ادخل مثلا بس اخذ عليها خصم كبير ترى 400 والدخول الى حد هذه 800. لا لا بس لك وجهي ما عاد ادخل ما قبل مع ذاك. لا تقرب عليهم لا تقربهم اذا عودت اليوم ان شاء الله. عادل دائما اذا شفته دائما شخصيه مبتسمه، دائما شخصيه اذا يعني شفته وهو مبتسم لازم تشعر بالسعاده. اليوم الصراحه انا منصدم منك يا عادل، ما ادري لا ليش. تنصدم لاني انا عادل انا ما 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 كنت اشوفك بهذا الشكل ابدا. لا تنصدم من الوقف، لان انا الحين انا اعرف من يحبني الحين هو قاعد يشوفني الان، هو مو قاعد يبتسم لانه ما يوده انه يشوفني انا في البرايم. اكيد فانا تدري فأنا, فانا 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 محبتي له حتى لو كنت سعيد من داخلي لا لابد اني اكون، وانا ماني بسعيد، لابد اني اعبس. ليش؟ لان حزني من حزنه وفرحي من فرحه. ابتسامتي ان شاء الله بتشوفها لو رجعت باذن الله. يعني متفائل، انا مقصدي بالسؤال هذا لازم تتفائل يا عادل لمحبينك يعني في لكم. تارك الشنطه ولا اني متولم محتزم بالمحزم اللي يجمني. كفو يعني كفو. تتوقع بترجع بالمحزم ولا بثقافه عادل؟ الجميع هم كلهم محازم، اذا تتكلم عن الجمهور فهو محزم، اذا تتكلم عن الثقافه هي محزم، اذا ما رجعت بالثنتين فهذه معجزه واللي الله كاتبه لي هو الخير. اذا كان الخير لي اني اطلع من ذا الباب فالله يعجل به اليوم قبل بكره. الله يكتب لك الخير ان شاء الله ولجميع المتسابقين. فهاد البقمي حياك الله يا فهاد. فهاد اكثر واحد يعترض في البرنامج، مطبخ اعتراضات دخل